ستلاحظون أن الأسئلة الاستفزازية نقبلها، نقبلها من ممتهني الصحافة، نقبلها، ولكن سأقول لك بردة فعل سريعة أن العرقلة اللي دارها هو الدورية المشؤومة، العرقلة دارها الأمن، العرقلة دارها رؤساء المحاكم، دارها رئيس السلطة القضائية، دارها وزير العدل، دارها رئيس النيابة العامة. ستلاحظون كذلك وأنتم شهود عيان، أنتم شهود عيان والشركاء لنا في هذا المجتمع، أن من عرقل السير العادي للمحاكم هي الدورية. ستبقى الأشكال النضالية مفتوحة ومتطورة على جميع الأشكال النضالية المعروفة عالميا. الأصل الآن احنا قاطعنا الصناديق وقاطعنا الجلسات وقاطعنا الإجراءات، وهذا في حد ذاته إجراء متشدد سيكلف الدولة خسائر جد مهمة فيما يتعلق بالمالية، وبالتالي احنا يمكن نحرقوا الميدان، يمكن نسدوا المكاتب باش نقلبوا على مهن أخرى. إذا كانت المهنة المحاماة لن تمارس وفق القواعد والمواثيق الدولية المعروفة، لأن الرافد التاريخي ديال المحاماة في المغرب إسوة بالقوانين الأخرى هي المواثيق الدولية. نريد أن نمارس محاماة مستقلة، نريد أن نمارس محاماة وفق قواعد وقوانين يكون حاضر فيها العنصر المعنوي وحاضر فيها مصلحة الشعب والمواطن.